تجسيدا للمأمول من القضاء كضابط للعلاقات وكافح للمأمول. وعلى الرغم من المزايا الهائلة التي تحققت وتتحقق يوميا في مجال التكنولوجيا، تناولنا اليوم موضوع الجريمة الإلكترونية من خلال أساتذة وقضاة مختصين انطلاقا من الحرية الشخصية والضوابط القانونية التي تسطر وتنظم هذه العملية. فالمعروف أن الحرية التعبير والحق في الإعلام وهذا مكفول دستوريا ومن حق أي فرد أو مواطن، لكن في إطار معين من القوانين التي تنظم هذه العملية. عرجنا على القوانين المنظمة لمثل هذه الجريمة، لا سيما قانون العقوبات لسنة 2004 وكذلك قانون 0904 اللي المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بوسائل التكنولوجيات والإعلام والاتصال. طرقنا كذلك إلى آليات وأساليب التحري والتحقيق وكذلك التفتيش وحصر الدليل الرقمي. كذلك في هذا اليوم طرقنا في مداخلة بإشراك قطاع الأمن لوين بينا الاستراتيجية اللي اتخذتها المديرية العامة للأمن الوطني في هذا المجال لمكافحة الجريمة المعلوماتية.